سجلنا أسبوع أسبوع، إحنا في مساعدة ليكم، تدرجت الحدث بكل أمانة. فطبعاً كل واحد فينا أدى دوره، من أصغر عامل لغاية أكبر عامل. ما ننساش دور بقى القوات المسلحة المصرية، المتمثلة في الحياة الهندسية، القوات المسلحة، فوق تأمين المقر الملاحي، بكل أمانة. لازم عمل الجهد غير عادي وأداء غير عادي. ما ننساش دور الحياة الهندسية ودور اللي هو كان الوزير في جزئية كل أمانة. كلنا جسد واحد، كنا نتعاون، وأنا فخور إن أنا تعاملت معاهم. كان هدفنا حاجة واحدة، الوطن، وليس حاجة تانية إلا الوطن. فأرجو إن إحنا كمصريين نعتز ونفخر بنفسنا ومصريتنا، ونكون المشروع ده أول مشروع على طريق النجاح الفترة القادمة بإذن الله. لأن مصر محتاجة جهد وعرق كل واحد فينا، ومحتاجة للمصداقية. هذا المشروع في قمة المصداقية. كنا لما بنعلن أي كمية حفر أو كمية تكليف كنا بنعلنها لواحد من عشرة أو اثنين من عشرة أو ثلاثة من عشرة، لأن ده شعبنا. ولما احنا نخاطب شعبنا لازم نخاطب كل المصداقية الممكنة. لكن برضو لازم نشكر ونعترف بجميع العمال وشباب مصر. المشروع ده من اول الفكره للتخطيط والتنفيذ كله شباب مصر. ده يعطينا الامل في شباب مصر، وان شباب صاعد واعد هيحمل الرايه، وهتبقى الرايه مرفوعه طالما شباب مصري حاملها ان شاء الله. فكره مصريه دائما احنا نقول كده، وقرار مصر والتخطيط مصري والتنفيذ مصري والتمويل مصري. مصر بتولد من جديد. الشباب المصري انا اعتز وافتخر ان انا كنت بعمل معهم في المشروع، وان انا كنت بعتبر نفسي يعني واحد من العاملين في المشروع، وكنت ببقى معاهم في الصبح والظهر والليل. كنت بسعد لما اشوف روح الشباب المصري والاراده اللي موجوده عنده وتصميمه على الانجاز بكل خوف. ده يدينا الامل ان مصر بخير، وان مصر ان شاء الله على ايد شبابها. مصر محدش هيمسح دموع مصر الا اولادها، محدش هيفرح مصر الا اولادها. ان شاء الله مصر هتفرح يوم 6 اغسطس ان شاء الله القادم، ونفتتح جميعا مع بعض، ونحتفل بافتتاح قناه السويس الجديده في احتفاليه تليق باسم مصر، تليق باسم مصر واسم المصريين، وتفرح مصر وتفرح المصريين. لكن انا دايما بأكد ان احنا نمس ميزانيه الدوله المصريه مليون واحد، ولن نمس رغيف العيش المصري، العيش الانسان المصري. اطلاقا احنا بالجهود الذاتيه بنعمل حفله الافتتاح وناجحين في هذا تماما. هناك رجال وطنيين مصريين شاركوا معانا في فرحه مصر في تجهيز لاحتفال قناه السويس. الاحتفال لازم نشتغل على مصريه الحدث وعالميه الحدث. ولو شفتوا كل موقع في منطقه الاحتفال هتلاقوا هناك عمل جدي بعز الشمس، وليل ونهار الناس شغاله. فانا اطمنكم ان شاء الله الحفل هيبقى على المستوى. العريس الاول بتاع الحفل هيكون الشعب المصري، هيوصل جميع فئات الشعب في الحفله، جميع المحافظات في الحفله، يعني المراه ذو الاحتياجات الخاصه، كل الناس. هي قناه مين؟ قناه مين؟ هي قناه الشعب. مين المولى؟ مولى الشعب. محفوره فين؟ محفوره في ارض الشعب. فان شاء الله تبقى حفله على المستوى اللائق، ان هيحضرها بشرفه وحضور السيد رئيس الجمهوريه والساده
الملوك والرؤساء من الدول الصديقة والدول الشقيقة، وزي ما قلنا على الرأس ده كله الشعب المصري العظيم. النهاردة زي ما قلت أنا فخور كواحد من ضمن العاملين بحيث قناة السويس، العاملين في مشروع حفر قناة السويس الجديدة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية والجهات المدنية اللي اشتركت. أنا فخور بكل أمانة، لأن أنا يعني أي مشروع في الدنيا فيه ساعات حلوة وساعات مرة، بيبقى عندك أمل وبتبقى متعلق بالأمل. للأمانة التجربة النهاردة كان في ناس كتير بتقول لي يعني نأجل التجربة شوية، تقول لا، طيب نعمل التجربة مراكب صغيرة في الأول، تقول لا، إحنا هنعمل ولا إيه مجموعة التكليف، إحنا هنعمل التجربة في معهد هنعملها سفن عملاقة عشان نبعت رسالة للعالم كله إن إحنا نجحنا وإن قناتنا جاهزة لاستقبال الأجيال القادمة من السفن، وفي نفس الوقت رسالة للتوكيلات الملاحية في جميع أنحاء العالم. أهلا ومرحبا بكم، قناتنا الجديدة قناة صالحة للملاحة جميع أنواع السفن سواء من الأجيال الحالية أو من الأجيال المستقبلية في صناعة بناء السفن، ولكن الهدف من إنشاء قناة السويس الجديدة التعاون مع المستقبل في صناعة بناء السفن. فالتجربة النهاردة كانت يعني حساسة، لكن إحنا مع مجموعة التكريك مع التحالفات اللي إحنا بنتولاها بيجي الشكر رجعنا الموقف متر متر وعمق عمق لغاية امبارح بالليل منتهى الجدية. شكري للسادة المرشدين المصريين اللي أرشدوا السفن القافلة في الاتجاهين، وأنا أصريت يمكن إن يبقى في دوبليكيشن وفي حركة ازدواجية أثناء التجربة، فكان وإحنا بنبحث في قناة السويس الجديدة كان في إبحار في قناة السويس الحالية، وحصل قدامي المنصة الازدواجية عشان نقول ان احنا قناتنا بقت تويز او في ازدواجيه في الطريق، ومش للسفن الصغيره، لا للسفن العملاقه. اول مره تمشي السفن في قناه السويس الجديده سفن مش صغيره، سفن عملاقه زي ما قلت، دي رساله لجميع دول العالم اهلا ومرحبا بكم في قناه السويس الجديده. رساله حب وإعزاز للرئيس المصري وللشعب المصري وللجيش المصري ولشهداء مصر سواء في سيناء أو في حفر قناة السويس، وإحنا هنذكرهم دايما بالإعزاز والتقدير. بالنسبة لزمايلي في أعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس، أنا بشكرهم لأن أنا تعبتهم جدا الفترة اللي فاتت، لكن مفيش حاجة من غير واحد، كلنا اشتغلنا بس كلنا على قدر رجل واحد هي قناة السويس وطورنا الحياة. وعايز اقول لكم ان كانت اعمال التكريك بتتم في البحيرات في 11 و 13 قراقة، وملاحة نشر قناة السويس ما وقفتش ثانية، بالعكس حققنا 2015 بس حاجة اللي حققناه اعلى من اي معدل في التاريخ. ده دليل على ايه؟ على قدرة المصريين وكفاءتهم في إدارة هذا المرفق الحالي. إحنا ما وقفناش الملاحة لحظة واحدة عشان أعمال التكريك إطلاقا، ما وقفناش الملاحة لحظة واحدة على أساس ظروف أساسية في الشارع المصري، ظروف صعبة، لا، إحنا استمرنا في عملنا وكل الكفاءة والإقدار والتصميم والإرادة، لأن إحنا عارفين ايه معنى قناة السويس لخزانة الدولة المصرية خاصة من العملاء. لو عدت اشكر يعني مش هخلص شكر، لكن في الاخر الشكر كل الشكر لحضراتكم لتشريفكم هربة التجربة، وانتوا شفتوا بعينيكم يعني ما حدش قال لكم، شفتوا بعينيكم السفن الكبيرة وسفن الملاقة وهي ماشية الحمد لله، مفيش ملحوظة واحدة على خط السير.
فده النجاح ده احنا في هيئة قناة السويس بنهديه لمصر وللمصريين وللرئيس المصري وشعوب العالم كله، لان احنا من خلال هذه الفكرة ان شاء الله مصر سوف تخدم العالم كله. زمان الرئيس عبد الفتاح السيسي في الامم المتحدة قناة السويس الجديدة هي هدية مصر للعالم، وهي فعلا هدية مصر للعالم. اشكركم وانا جاهز للرد على اي اسئلة. مرحبا. حاسبين 258 ومقرر 260 في مشروع زي ده، لا يعني الزياده دي مش مؤثره خالص، تمام. والجاف كان مقدر 242 مليون، وصلنا 250 مليون. طبعا انت بتقدر، عشان كده بتبقى حسابات طبيعيه، ممكن التقدير يزيد يقل، لكن بيبقى في ليميت معين. احنا لما حسبنا حفر قناة السويس الجديدة حسبناها تكلفة تقريبا 4 مليار دولار، وكان في 4 مليار دولار تاني أنفاق، يعني في 6 أنفاق. احنا لازلنا في ال 4 مليار دولار وأقل، تمام؟ أنا بطمن حضرتك، لكن دلوقتي احنا لسه بنحسب الحسابات النهائية، لكن احنا في الليميت بتاع تكلفة المشروع. عمرو المليجي مراسل إذاعة وتلفزيون مصر. سيادتك طبعا الأداء النهارده كان رائع جدا، أيوة احنا انتبهناه من على القاطرة، لكن السؤال هنا بيقول إن احنا بنتكلم عن الفترة القادمة وتبقي حوالي 12 يوم تحديدا عن افتتاح الرسمي لقناة السويس الجديدة، هل هناك تجارب أخرى تقوم قافلة كاملة إن شاء الله؟ وأيضا معدلات التكليف بالنسبة لمنطقة ترعة سينا وعدد الكركات المزارع حتى الآن متبقية، أنا عارف إن هاي بكرة المفترض يتم الإعلان عن نهاية أعمال التكليف بنسبة 100% أو العمل الرئيسي لأعمال التكليف. عايزين نستوضح الفترة القادمة أو الأسبوع القادم تحديدا إيه اللي هتكون بيقوم بيه هيئة قناة السويس تحديدا في هذه المرحلة؟ شوف، هو الموضوع بالنسبة لي خلص، تمام؟ لكن لما أنت ماشي بتعمل 24 متر وليه حتة 23.5 بتاخدها ملاحظات، فبتغطي الملاحظات بتاعتك، لان الاستلام لازم يبقى طبقا للايه؟ للعقد. والناس دي مخططه تخطيط دقيق جدا، يعني احنا عشان ناخد اليوم النهارده لازم اديله يوم تاني في عمليه الاستلام، مش عيب. طالما في تخطيط سليم لازم يبقى التنفيذ سليم، لو البدايات كويسه يبقى النهايات كويسه. فاحنا في تعامل كامل مع التحالف الاتراقي بالنسبة للتحالف بتاع الحيرات، الحمد لله خلاص الفلاح خلاص، هو ال 35 كيلو اللي دول كانوا حفر جيف وليهم ميول معينة وليهم هندسة بحرية معينة. احنا الأسبوع اللي جاي في تجارب بس من نوع آخر، لأن في الحفلة هيبقى في تشكيل بحري هيمر في الحفلة بمسافات معينة وسرعات معينة في عرض بحري، فلازم التشكيل دي يعاد تمركزه الى منطقه الاحتفال ويبدا التدريب على العرض البحري. لكن انا اطمئنيت النهارده بعبور قافله الجنوب من المره الجايه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل الشكر وكل التهنئه لحضرتك صاحب الفضل الكبير عبد ربنا، ولكل رجال الهيئه المنزليه، ولكل الشعب المصري، كل رجال هيئه قناه السويس اللي فعلا وصلوا العمل ليل نهار، اللي هم جهود حضرتك يعني. طبعا نجاح تجربه التشغيل النهارده دي رساله ابهار للعالم
ان مصر قادره وان الشعب المصري يستطيع. فحضرتك بعد مرور اول ثلاث قوافل عايزين نطمن بس، هل التجريب هيستمر يوميا حتى يوم الافتتاح؟ وهل يوم الافتتاح هيكون السفن اللي هتعدي بنفس الغواطس او اكبر من كده او اقل من كده؟ وهل قناه السويس بعد الافتتاح هتستمر في العمل مباشره على طول، ولا هناك بعض التشطيبات النهائيه اللي ممكن تستكمل بعد الافتتاح؟ شكرا لك فندم جدا. انتهاء العمل محمد جبر بريد الجمهوريه. مش اللي وقع قبل كده؟ هيروح الحشر يا فندم، هو عندنا في التوعد. العمل بينتهي قبل الحفلة مجرد الكركات بالمرة الملاحة، تمام؟ وبإعطاء إشارة بيد تشغيل قناة السويس الجديدة من السيد الرئيس هيبدأ مرور سر العملاقة بجميع أنواعها، وننتظر العمل في قناة السويس الجديدة. دكات الكركات موجودة دلوقتي، هو تحسين الموقف، تمام؟ مجرد حتة عالية حتة واطية، يعني احنا بنقيس الاعماق في حاجة اسمها مساوي الاعماق. رجع الاعماق زي الاسفلت كده، ناخد كله. يعني النهارده انا كنت في المنطقة بارتيشن تو، الاعماق تحت مني 27 متر و 26 متر و 24 متر، ففي حاجات زيادة زيادة احنا مثلا بيه الناقص، يعني لو اقل من 24 بنشيله على طول. فهي وده كله ده متصور ومتوزع على اعمال الكركات. من النهارده هيبداوا يستكملوا الاعمال دي، من يعني بكثير قوي قبل نهايه الاسبوع ده هتبقى كركات بره المجرى الملاحي وهينتهي العمل تماما ان شاء الله. محمد مصباح في التعريف مبدئيا بشكر حضرتك سياده الفريق، بشكر كل عامل شارك في هذا المشروع ده. سلام مبارك لكل الشعب المصري على هذا الانجاز العظيم اللي شفناه النهارده. السادسه كنت عايز اسال عن الاعمال الموازيه لعمليه التكريم، عمليه التدبيش والعمليه الملاحيه، وصلنا لحد فين؟ الحمد لله العلامات الملاحيه الشمندورات نزلنا 107 من 110 شمندوره. خلاص طبعا ده يعني تقريبا نسبة 100% من الشمندورة اللي بيأخرنا في كراكة مثلا بتشتغل في حتة معينة بتاخد حتة من الجنب، ما بقدرش أحط الشمندورة تقوم تكسر لي الإيه؟ الشمندورة. الشمندورات خلاص أعمال التكريك عدينا 99.4% من نسبة التنفيذ. التدبيش عملنا من 68 كيلو 800 عملنا حوالي 62 كيلو لغاية دلوقتي، والأعمال يعني بسم الله ما شاء الله مستمرة، واحنا ان شاء الله نحاول قدر الامكان نحقق نسبة 100% من التدبيش مع الافتتاح. بالنسبة للخرائط تم طبع الخرائط الخاصة بالمجرى الجديد بواسطة مساحة القوات البحرية. بالنسبة للنظم الملاحة الالكترونية تم العمل بالنظم الملاحة الالكترونية. محطات مراقبة السفن احنا عملنا محطة على شكل مركب موجودة قدام المنصة عشان هيبقى عليها التابلو بتاع المعلومات ويتم مراقبه السفن من حواليها. قواعد الملاحه في المجرى الجديد اتعملت الحمد لله عشان تتعامل على جميع التوكيلات الملاحيه. الكلام ده مش كله بيتم دلوقتي، يتم التخطيط له من اول العمل بحيث كنا بنشتغل على توازي مش على التوالي، وما نسيبش نفسنا لاخر وقت. احنا النهارده بنخلص كل الحاجات دي معانا، قرايبنا معانا، نظم الملاحه معانا، قواعد الملاحه معانا. فانا بطمن حضرتك التخطيط كان سليم، البدايات كانت سليمه، فالحمد لله النهايات سليمه. سيد ابراهيم صاحب العرب، سيد الفريق احنا شفنا ثلاث سفن معديين النهارده لحضرتك، ولكن كنا عايزين نعرف ايه السيناريو والتجهيزات اللي تمت. يعني انا كنت عارف ان في غرفه عمليات مستمره خلال الايام الماضيه، كنا عايزين نعرف يعني تم ايه خلال الوقت. ثانيا كنا عايزين نعرف حضرتك الرسوم اللي دفعت باعتبار اول رسوم في القناه الجديده. ثانيا هل تم اتصال مع السيد الرئيس بعد اجراء التجربه دي لحضرتك؟ بص انت همك على الرسوم يعني؟ الرسوم رسوم عاديه خالص. مش راجل يعني، خد بالك الراجل اللي جه معايا تقريبا برضه صديق، يعني اداني السفينه بتاعته وانا لسه ما فتحتش قناه السويس. فلا الرسوم عليه تجهيزات كبيرة من بعض، قعدنا مع بعض مجموعه التكريك ومع التحالفات نراجع الاعمال
علاقة مع السادة علاقة الاستبداد الهندسية ومن الكركات ومن الحركة. عندنا نناقش كل صغيرة وكل كبيرة، نحط الخرائط قدامنا، ناخد جسة ونحسن الحتت اللي هي فيها ممكن قلق شوية. لغاية امبارح بالليل الساعة 5 بالليل اجتماعنا، الساعة 7 اتخذنا القرار وقرينا الفتحة. المشركين المرشدين اللي هيبحروا في السفن معانا في كل صغيرة وكل كبيرة. فكانت الروح حلوة، ده حكر على فكرة، كل واحد يقول رأيه، لكن كان هناك شعور بالإيمان. فعلا نجحنا، ما حدش بينجح لوحده، نجحنا كلنا مع بعض. الرجل استاذ فريق كان النهارده معتمد على الرؤيه البصريه خصوصا من تجهيزات الملاحيه كلها ومعارض المرشدين، ولا كان برضه في اتصال بالارشاد؟ بص انت بتبقى ماشي بالرؤيه البصريه بس مش على الرادار، لا قدر الله حصل اي حاجه بتبني على طول على الرادار كوسيله تدريبيه للمراقبه، لكن الاداء كان رائع من المرشدين. يعني كله كان ماشي على الاكس بتاع القناه، مفيش ملحوظه واحده حصلت في البحار، وكان هناك سعاده بالغه من اطقم السفن اللي احنا قلنا عليها وقيادات اطقم السفن من اداء السعاده المشرفه. السلام عليكم محمد، بس كنت بقى اقول زي مصر قابل لك سعاده سيد الفريق والشعب المصري زي ما قال سيد الرئيس السيسي بتاع فرنسا والسعوديه لشعوب العالم. أنا بس عايز أسأل عن جزئيتين، جزئية خاصة بالأعمال الفنية متعلقة في هناك أربع قنوات للصالون، القنوات دي احتضان كما هي، والحاجة الثانية بخصوص أحوال ترسيم الثروة السمكية، إيه اللي تم فيها؟ حاجة أخيرة متعلقة بالتكتيكات النهائية بمراسم الاحتفال، شكل الاحتفال، طيب. أول مطلب اللي هو كارل تاني. قنوات الاتصال. قنوات الاتصال، احنا قنوات الاتصال دي مش عاملينها منظر ولا شكل، دي عاملينها للمواقف الطارئة. لو في أي موقف في القرية دي أو في القرية دي أو يوصل من واحدة للتانية، أقدر بدل ما أبدأ أوصلها وأبحر من أول القناة عشان أوصلها، لا أوصلها من أقرب طريق. فقنوات الاتصال هتبقى قنوات خدمة تخدم أو قنوات علاقة ما بين القناتين، ودي الدرافت بتاعها مش زي الدرافت أو الغطس بتاعها مش زي الغطس بتاع القناة الجديدة أو الحالية. دي اللي تربط سفن القطر والإرشاد وسفن الإنقاص. فده غنى عنها. طالما إحنا عملناها هل تتوقع إن إحنا نهدمها؟ لا طبعًا. إحنا عملناها استفدنا منها بدخول الماء من القناة الحالية إلى القناة الجديدة، وفي نفس الوقت هناك فكر لاستخدامها كقناة اتصال ما بين القناتين لاستخدام المارين سيرفيس أو سفن الخدمات البحرية. بدل ما اجيب سفن جديده لقناه جديده وافصل قناه جديده على القناه الحاليه تماما، لا، السفن الخدمات البحريه عندي ممكن تغذي القناتين عبر هذه القناه. السؤال الثاني احواض الترسيم ثروه سمكيه، ان شاء الله هنعلن عنها في الافتتاح، هنبتدي ب 460 حوض وهنكمل ل 3000 828 حوض، بس 460 حوض هيكون في المياه فيهم والزريعه فيهم والمشروع غلط الحمد لله. الجزئيه الاخيره الترتيبات النهائيه بخصوص ملابس الاحتفال. دي ترتيبات كتير جدا، بس احنا طبعا لو رحت شفت الشرق وشفت الغرب هتلاقي مجموعات عمل يعني شغاله غير معروف، سواء من الشركات اللي هي مسؤول عن تنظيم الحفل او من قوات المسلحه المصريه الجاسره او من العاملين في قناه السويس في الادارات المختلفه، كلنا فريق واحد، كلنا بنعمل ليل ونهار، بس ان شاء الله ربنا يجازي كل من يعمل خير على هذا العمل، لانه في الاخر كل العالم هيحكم على مصر من خلال الحفله دي، وان شاء الله يحكم حب خير باذن الله. الله يبارك فيك. الله
99% خلاص 100%. الشركات التحالف احنا قلنا ان احنا بنعمل مفاوضات معاهم لاستخدام بعض القرارات ان شاء الله مرة منفصل نناقشها ايه كافية. كنت عايز حضرتك تكلمنا بقى اكتر عن الموضوع ده. تاني سؤال، شركة الهندسية بورسعيد بتعمل مراكب صيد عشان يتربحها في الحفل، فكنت عايز برضه حضرتك تكلمنا. انا هرجع للسؤال التاني. سيادة الرئيس طلب ان نوزع في الاحتفال تمام سفن صيد على بعض الاسر علشان ننمي مهنه الصيد ونفتح باب رزق للناس، ويعني ده امر بتصنيع 50 سفينه صيد. بدانا ب 12 سفينه في الشركه البورسعيديه، وان شاء الله هيبقوا موجودين ان شاء الله في العرض البحري يوم 6 أغسطس. بالنسبة للسؤال الثاني، بصي المشكلة مش الفوضات مع شركات التحالف، المشكلة مع شركة بورسعيد قناة السويس للحاويات، لأن العقد كان فيه شوية عقبات. الحمد لله قعدنا مع بعض وبدأنا نفك العقبات، ومحدش بياخد كل حاجة، هو عايز ياخد حاجة وأنا عايز آخد حاجة. احنا كان عندنا التزام في العقد ان احنا نعمل قناه جانبيه وهو يشارك في هذا. اتفقنا مع بعض ان احنا هنعمل القناه الجانبيه. ليه؟ لان انا عندي كاركات موجوده النهارده في منطقه المشروع، مش هدفع لها موبيلايزيشن وتيجي تاني واتحمل الرحله البحريه بتاعتي. اتفقنا ان شاء الله هنساهم الكاركات اللي موجوده ونبدا في عمل قناه جانبيه لبورسعيد، وده يرفع تصنيف مينا بورسعيد جدا على طول. يعني هو بس لما نخلص هنا هنشتغل هناك، ويمكن نشتغل في العين السخنه كمان باذن الله. احمد فاروق من وزاره الصحه يا فندم. الحقيقه احنا بنشعر بفخر غير عادي من اقل من سنه كنا على بدايه اول الحرب، وما كناش متخيلين ان احنا يعني ازاي يبقى هنا ميه وقناه وسفن تعدي. فالحقيقه يعني ده يثبت ان مصر قادمه. خالص التهاني لاسر تهاني قناه السويس والقوات المسلحه وكل المصريين اللي دعموا هذا المشروع سواء بالاستثمار او حتى بالدعاء. لكن بعد التهاني لكل الناس، عايز اسال ما بعد حفل الافتتاح؟ اعتقد ان هيكون في خطه او فكر عن المناطق اللوجستيه والمناطق الصناعيه هذا اللي يكمل اهم ربما من ناحيه احنا عندنا مدى ملاحي ثاني، لان هو ده اللي هيجيب انكم، هيجيب عائد. قصدي حضرتك مشروع التنميه بمنطقه قناه السويس اللي بيعتمد احد جوانبه على قناه السويس الجديده، لكن في الاصل هناك مناطق صناعيه، مناطق لوجستيه سوف تنشا في ظهير الجغرافي للمواني، خاصه مينا شرق بورسعيد ومينا العين السخنه. احنا كلفنا من الرئيس بالشرف على مينا تطوير ميناء شرق بورسعيد، هيئه قناه السويس ودار الهندسه والهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. ويمكن يوم الاثنين الساعه 10 الصبح هيبقى في اجتماع عشان دار الهندسه اللي حضر رسم هندسي لتطوير ميناء شرق بورسعيد وتصفيه ميناء شرق بورسعيد، وفي نفس الوقت رسم للمناطق الصناعيه والمناطق اللوجستيه او المناطق الصناعيه في الظهير الجغرافي لشرق بورسعيد. سياده الرئيس قال بالظبط كده، اذا كان الافتتاح يوم 6 فمن يوم 7 مشروع التنميه. يعني هنخلص دي مش هنستريح يوم، هنبدا على طول في مشروع التنميه باذن الله. وجالي في فرص عمل بقى للشباب، وده زي ما حد بتقول ان حقيقه مصر لها اقتصاديه كبيره جدا. متوقع زياده اعداد السفن المره او الحمولات بعد افتتاح القناه الجديده بنسبه كام في المية؟ شوف طبعا كل حاجه، مفيش حاجه بتزيد في يوم وليله، كل حاجه لو بنيت عماره مش هتاخد الربحيه بتاعتها شهر، لكن جرادول كده بيزيد. لكن احنا حاسبين هنا حضرتك تبقى تاخد الجدول ده كل سنه، اعداد السفن هيكون كام والانكم بتاع قناه السويس هيكون كام لغايه 2023 طبقا لان
هو في حاجة التجارة العالمية المتوقعة ما بين الشرق والغرب كانت تعمل حدث كل سنة محسوبة بالنسبة لها والخدمات البحرية بتاعتها محسوبة. رهان عبد الرحمن مدير مكتب مصر اليوم وأحد موثقي مشروع قناة السويس الجديدة منذ اللحظة الأولى حتى الآن. أولا أفندم كمواطن مصري قبل مني على دليل وأيدي كل من ساهم في هذا المشروع العملاق في الحقيقة سواء مواطن أو عامل أو مسؤول في البداية. السؤال لحضرتك، هناك جدل في أوساط الملاحة البحرية من أن تؤدي القناة الجديدة إلى احتمال زيادة الرسوم، يهمنا تعقيب حضرتك على هذه الجزئية. جزئية أخرى ترتبط بفكرة قناة السويس الجديدة، أيضا هناك جدل حول خضوعها للاتفاقيات الدولية وعرفها اتفاقية القسطنطينة بالطبع، يهمنا برضه حضرتك تأكيد هذه الجزئية. السؤال الأخير هو يتعلق بالاستعدادات الخاصة بالقناة الجديدة سواء في المعدات الخاطرات المرشدين. شكرا ويخبر مرة ثانية. الله يبارك شكرا يا هندي. بس أنا كان أصعب سنة عليا في الصرف السنة دي، تمام؟ والناس كانت متوقعة إن أنا هزود الرسوم عشان أنا بعمل قناة جديدة. أنا ما بتحسبش كده. زيادة الرسوم دي ليها حسبة وليها لجنة وبتتحسب كل صغيرة وكل كبيرة. وأنا ما زودتش الرسوم وكان ليها سبب كبير جدا إن الحمد لله دخل زاد، لأن ما زودتش الرسوم دخل قناة السويس زاد. إحنا بنتعامل مع التوكيلات الملحية بكل شفافية. إحنا مش موضوع آخد منه أو هو ياخد مني، لا. هو الحق ليس وعمل حق أكثر بس بالمعقول وبالحساب، تمام؟ لكن الرسوم هناك لجنة رسوم هي المسؤولة عن أعداد الرسوم، إحنا لا نتدخل في عملها. بالنسبة لتجهيزات القناة الجديدة، أنا عندي تجهيزات، أنا عندي تربوص، أنا كل اللي بعمله عندي تربوص من القناة الجانبية عشان يوصل للقناة الجديدة. ودي فكرة إن أنا ما عملش القناة الجديدة مارين سيرفيس جديدة وبتكلفني تكلفة رهيبة. بالنسبة للتوكيلات الملاحية، التوكيلات الملاحية سعيدة جدا بهذا المشروع اللي بيقللوا زمن الرحلة البحرية ويقللوا تكلفة الرحلة البحرية ويوصل لهم جزائهم أسرع، دوائهم أسرع، قطع غيرهم أسرع، فهم سعداء جدا. وخد بالك إحنا التوكيلات الملاحية إحنا بنعتبرهم جزء مننا، العلاقة بيننا وبينهم لازم تكون دائما علاقة صادقة. احنا بنخدمه هم بنخدمه والمصلحه متبادله. ايه تاني؟ القناه الدوريه يا فندم بتطلع عليك. بص انا انت سالت سؤال مهم قوي. يعني انا لما جت قناه السويس اللي هي اتعمل، في ناس قالوا لي نسميها قناه 30 مليون، نسميها قناه 25 مليون، نسميها ودون ذكريات رائعه عن الجمهوريه وبتاع. انا اصريت ان هي تبقى قناه السويس. لان انا عندي اتفاقيه القسطنطينيه مسكون فيها قناه السويس. لو انا غيرت المسمى ممكن ناس تطالب باتفاقيه ثانيه غير اتفاقيه القسطنطينيه بتخص تنظيم المياه في قناه السويس. فالحمد لله ظننا كان في محله ولم يتحدث احد الا ان هناك اتفاقيه اسمها اتفاقيه القسطنطينيه تطبق على قناه السويس ودي جزء من قناه السويس. وحضرتك عارف ان التمييز هناك توقفنا توقيف كامل على الانفاق. الانفاق في نقطه مهمه، الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر انه يشتري مكن الانفاق. احنا كل مره نجيب شركات اجنبيه تعمل لنا الانفاق سواء في القاهره او في اي حته. هو قرر انه يشتري مكن الانفاق ويدرب المهندسين بتوعنا وخاصه مهندسي القوات المسلحه على الحفر. فبالتالي المكان ده هيوصل اكتوبر الخاطر، وتم التعاقد معاه مع شركه المانيه. لكن الطريق للانفاق بدا التمهيد ده سواء في بورسعيد او في الاسماعيليه، لكن اللي هيحفر الانفاق هيبقى في شركه اجنبيه عشان نوعها وعشان اكسبيرينس، وبعدين ولادنا هم اللي هيحفروا
الأنفاق في جزء من مهندسين حياة قناة السويس هيبقوا موجودين، لأن عبور الأنفاق هيبقى أسفل قناة السويس. لكن بعد ما يخلص هذا الحفر أي مشروع أنفاق تاني في مصر هينفذه المصريين إن شاء الله. محمد سعيد ابن أبناء هيئة قناة السويس، وبتشرف بالعمل تحت قيادة أبويا الفريق مهاب شميش وصحفي في جريدة البيان. أنا بهني حضرتك وبهني هيئة قناة السويس وبهني مصر وبهني المصريين، وأقول تحيا مصر وربنا يخليك لينا ويخليك لهيئة قناة السويس، وأتمنى من الله عز وجل إنك ما تسيبناش في الإيش. الله يخليك، لا مش هتسيب، بس هو ده اللي بتمنى من الله، إنك بعد تفتح القناة ما تسيبناش وتمشي يا عم. بس انا عايز اضيف لكلامك ان احنا بنهني القوات المسلحه المصريه، بنهني مصر كلها، وبنهني القوات المسلحه المصريه لها بصمه رائعه طبعا في حفر قناه السويس طبعا. شكرا لك. شكرا لك. سياده الفريق حضرتك، سياده الرئيس، انا بتصلك يعني بعد التجربه. لا بس اسمع خليل مراسل او تي في، سياده أولاً ألف مبروك لمصر كلها ولحضرتك. أنا بس أنا مفيش أي استفسار، اللي حصل النهاردة جاوب على كل الأسئلة اللي ممكن يسألها، لكن عايزة أسمع من حضرتك رسالة تقولها لعمال قناة السويس وعمال العامل البسيط اللي في المشروع. هي الحقيقة يعني هي مش رسالة لعمال قناة السويس فقط، إحنا مفرقش بين عمال قناة السويس وعمال الحفر والجيش، لا، إحنا كلنا جسد واحد، تمام؟ كلنا مصريين. أنا وجهت رسالة أوجهها للمصريين العاملين في مشروع حفر قناة السويس الجديدة باختلاف طوائفهم يعني، لكن ليس هناك فرق ما بين عامل وعامل، الاثنين مصريين. مش حاسمة الجيش والشعب، الشعب هو الجيش والجيش هو الشعب. بقول لهم رسالة شكر وتقدير وإعفاف لكل من بذل جهد أو نزل منه حبة عرق لإنجاح هذا المشروع. أنتم وعدتوا فأفيتوا الوعد، وعهدتوا فأفيتوا العهد، وهي شيمة المصريين. بقول لبقية الشعب المصري إن ولادك بخير وشبابك بخير ومصر بخير، ولازم ننطلق ولا ننظر للوراء وننظر للمستقبل، واتجاهنا للأمام على طول وليس للخلف. لكن شكر وتقدير وإعزاز لكل من شارك في هذا المشروع من جميع الطوائف. احنا معاني معاليك ومعاني ان الشعب المصري على النجاح العظيم اللي انا شفناه النهارده، الانجاز العظيم اللي يعني اللي خلص كل الالسن التي كانت تكذب هذا المشروع. اولا يا فندم انا ليا سؤالين، طبعا معاليك في وعد من الناس المؤتمر. السؤال الاول يا فندم، معاليك بتقول ان الهيئه هتشرف على بناء شارع التفريع. طلعتنا بعض الصور في المواقع الإلكترونية أن هناك أناس تتأثر بطول 9.5 كيلو، إيه حكيت في الموضوع ده؟ لا أنا بس مش قناة مينا، قناة في فرق بين مينا والقناة. لا إحنا أنا لقيتها قناة. ممكن أنت بتتكلم على قناة جانبية؟ أه يا فندم. أه قناة إن شاء الله هيحصل عمل قناة جانبية عشان السفن بعد كده تيجي على طول على مينا شاب بورسعيد، وده كان في اتفاقيه موقعها مصر مع الشركه، تأخر تنفيذها لوجود اشكالات، لكن احنا بنحل وحلينا تمام، وهنوقع الاتفاقيه بتاعت حفر القناه الجانبيه. هم بيساهموا جزء واحنا بنساهم جزء، وده بقول لك ارخص وقت لنا ننفذ في هذه الاتفاقية دلوقتي، بكرة كانت موجودة عندنا، لكن هذا حقيقي إن شاء الله يحدث، وفي أسرع وقت هنسمع بيت الحرف إن شاء الله.
شكرا. طب في بقى السؤال الثاني، قاعدين مع الاتصال بطمئنان لصاحبين الاسماعيليه اللي تعبوا في تغطيه القناه، الوعد اللي معاكم وعدته لنا. بس شعب الاسماعيليه شعب رائع يعني، وان شاء الله يعني احنا بنبتدي مشروع تنميه في قناه السويس، واحنا اولادنا غاليين علينا في الاسماعيليه في مدن القناه وفي شمال سيناء، وان شاء الله حيقولون الاولويه هنصرف اللي بيقولون الاولويه، وفي مراكز تدريب احنا بنفتحها ان شاء الله مع السيد وزير التعليم الفني، عشان في بعض الامانه مطلوب رفع مستواها. انا بطمنك العجله دارت، العجله مش هتقف، واهم حاجه لو حتى ما كسبناش من ده كله فتحنا فرص عمل للشباب والاعلام، يبقى ده مكسب كبير ان شاء الله. ربنا يوفقك معاك يا شكرا. شكرا. عامل من عمال عامل من عمال هيئة قناة السويس، فتحية وإجلال وشكر للقوات المسلحة، تحية وإجلال وشكر لسيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح بيه السيسي، تحية وإجلال وشكر لسيادة الفريق الخروف المحترم القائد الجيش، فتحية للعاملين بهيئة قناة السويس، تحية للمعجزة اللي حصلت، إنجاز إنجاز بجميع المقاييس اللي حصل ده يعتبر إنجاز وفكر ولو التاريخ باذن الله بدات هيفضل يكتب موضوع على قناه السويس، وتحيه لمعاليك من النادي صاحب الفكره، وتحيه للقائد لان الجيش يا فندم مدرسه، وتحيه للقوات المسلحه، وتحيه لهيئه السويس ولعاملين السويس، وتحيه لمصر، والانجاز ده فخر مش لمصر، فخر للعالم كله اللي يحصل في هيئه قناه السويس الجديده يا فندم، وشكرا.